في مقولة: إذا بتحبي المكان اللي أنت فيه بتبدعي. أنا بنسجم يعني في المكان وبدوب فيه يعني، وهو شغفي. عيسى مواليد حوش الشاي، حارة الشرف، حي المغاربة، خياط شهد كيف كبرت الأجيال، وسع وضيق المقاسات وعدوا كم الحكايات، عمره من عمر المخيطة، مش أي خياط ولا أي مخيطة. شهدت عيسى أجيال، الصغير كبر والسيد صرت تعرف حفيده وهكذا، فشو أضافت لك المخيطة وشو تعلمت من أهل القدس بوجودك بينهم، بالذات إنه بتطلع على تفاصيلهم بما إنك خياط؟ مدام هيك زينة، بدي أقول لك كل إنسان مسكون في قدره، وقدري أنا إني أفهم الناس من خلال المخيطة مثلاً، ممكن أتعامل معهم مش مجرد شغل فقط، يعني في حميمية خاصة بيني وبين الزباين بتخليهم يقربوا مني أكتر ويفتحوا قلوبهم ويكون في مجال للدردشة خارج إطار العمل يعني. فمن هون هي بطلت زي مخيطة، صارت زي فيها جو روحانيات أعيشه مع كل زبون أو زبونة يكون خاص فيه إله. الإشي لغى إنه يكون رسمي، مخيطة رسمية فقط، لا، ممكن نقول عنها مدرسة، كلية، حالة اجتماعية، مركز أو محطة لمواقف معينة في الحياة.